بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمي الكريم وعلى أهله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين. معكم دكتور صلاح عبد الحي، مدرس الإدارة وإدارة الأعمال بالمعهد، في محاضرة مسجلة تبث عبر شبكة الإنترنت من خلال موقع المعهد على اليوتيوب، وهي المحاضرة رقم 3 في مادة إدارة المشتريات والمخازن لطلاب الفرقة 3 نظم معلومات. طبعا الظروف الاستثنائية اللي بنمر بها ظروف غير طبيعية، وكان من القيادة السياسية أن ارتأت أن تمد فترة الحظر أو عدم تواجد الطلاب أو التجمعات خوفا عليهم من انتشار فيروس كورونا، أن يكون هناك مد لفترة أخرى. فكانت من إدارة المعهد المتمثلة في الدكتور محمد سامي راضي أن يتم الاستمرار والتواصل مع الطلاب من خلال التعليم أونلاين أو التعليم عن بعد عبر شبكة الإنترنت، حتى تكون هناك مادة علمية موجودة لديكم. وسنبدأ إن شاء الله هذه المحاضرة كما عودتكم بأن سوف أتخيل أنني جالس في المضر، وهذا الأسلوب أو الطريقة أو المنهج اتبعته في المحاضرات السابقة. أنا النهاردة هنتكلم في إدارة المشتريات والمخازن. اتكلمنا في المحاضرة السابقة عن قرار الشراء وعن الكمية، ولما جيت اقول لك في اول محاضرة ان هناك 5 مبادئ او اسس يقوم عليها قرار الشراء حتى يكون هو القرار المناسب. اول مبدأ الكمية المناسبة، تاني مبدأ الجودة المناسبة، تالت مبدأ السعر المناسب، رابع مبدأ الوقت المناسب، خامس مبدأ مصدر التوريد المناسب. اتكلمنا عن الكمية، هتكلم في المحاضرة دي عن 4 مبادئ الأخرى، لأن المحاضرة القادمة إن شاء الله ستكون عن التخزين أو الجزء الثاني عن المخازن، هتبقى محاضرة هامة جدا، والحاجات اللي هقولكم عليها مش موجودة في الكتاب، هملها لكم لأن في بعض هناك تعريفات يعني غامضة هحاول أشرحها لكم وأحاول أذكرها في المحاضرة. النهاردة هنتكلم أول حاجة عن الجودة. أصبح مفهوم الجودة مفهوم سائد لكل المنظمات الإنتاجية أو الخدمية. برضو أنا ما قلت لك كلمة إنتاجية اللي بتنتج شيء، الخدمية اللي بتقدم خدمة. اللي بتنتج شيء زيها زي البنوك، طب اللي بتقدم خدمة زيها
زي اللي بتقدم خدمة زي البنوك، الإنتاجية اللي بتنتج عربية، اللي بتنتج طيارة، اللي بتنتج سلعة، اللي بتنتج ملابس. أما إذا كانت هناك خدمة، بنك، مؤسسة تعليمية زي اللي احنا فيها بنقدم خدمة، مستشفى بتقدم خدمة، في حاجات كتيرة جدا اللي هي مراكز الصيانة كلها بتقدم خدمات. نيجي نتكلم النهاردة عن الجودة. الجودة أصبحت عامل أساسي ومحوري منذ بداية التسعينيات من القرن العشرين، لأنك النهاردة ما أنت بتيجي تشتري بهدوء، أو الكلام ده مش موجود في الكتاب، بتدور على إيه؟ جودة الشيء المشترى، أو جودة إذا كانت سلعة أو خدمة. الخدمات المقدمة، قال لا، الخدمة المقدمة من المورد، أنت هتورد له هتقدم لي خدمات؟ أه. السعر المدفوع، يبقى أنا في ثلاث برضه مرتكزات بدور بهم أنا كراجل مشتري: الجودة والخدمة والسعر. لذلك أصبحت الجودة شيء هام جدا جدا. خلي بالك النهارده ممكن تكون السلعة مرتفعة السعر والجودة بتاعتها مش مظبوطة، مش رديئة، فمش معنى إن تكون السلعة غالية الثمن حتى تكون ذات جودة مناسبة. ولكن هناك أهمية وخاصة في مجال الشراء بالاهتمام بالجودة، لأنك النهارده في نظرية جديدة جاست ان تايم اللي أنا قلت لك عليها وعاوزة وقت نشرحها، اللي هي إيه؟ جاست ان تايم، الشراء في نفس الوقت اللي هو اسمه الشراء الآني، ودي نظرية يابانية. اللي يهمك في الموضوع كله الآتي: أنا عاوز أعرفك تعريف الجودة. أنا لما بتكلم عن الجودة أنا بقول إن السلعة دي الجودة بتاعتها عالية، أو الجودة بتاعتها رديئة. طيب النهاردة عرف لنا الجودة. الجودة لها عدة تعريفات من خلال علماء الجودة. أول تعريف: الصلاحية أو صلاحية الاستخدام. كلمتين: صلاحية الاستخدام. في تعريف تاني: التطابق مع المتطلبات أو الاحتياجات. شوف التعريف الأولاني صلاحية الاستخدام، التعريف الثاني التطابق مع المتطلبات أو الاحتياجات. هلا أنا بقول لك كتاب، الكلام دي مش موجود في الكتاب، أنا هرجع للكتاب بعد كده. طيب يبقى إذا صلاحية الاستخدام التطابق مع المتطلبات أو الاحتياجات. في تعريف تانية؟ أيوة في تعريف تاني اللي هو بيقول إيه؟ جودة المنتج أو الخدمة هي في قدرتها على إشباع حاجات وتوقعات المستهلكين. نقف هنا. يقصد بالجودة سواء كانت منتج أو خدمة قدرتها على إشباع حاجات وتوقعات المستهلكين. يبقى النهاردة أنا عندي ثلاث تعريفات موجودين، لو انت بصيت لهم كده: صلاحيه الاستخدام التطابق مع المتطلبات او الاحتياجات، جوده المنتج او الخدمات في مدى قدرتها على اشباع حاجات وتوقعات المستهلكين. طيب انا عاوز اقول ان المنتج دي سواء كان سلعه او خدمه له أو يتميز بأنه له جودة، فتوجد عدة ما إيه؟ أبعاد أو معايير عشان أقول إن هذا المنتج له جودة أو رديء. طب أنا عاوز أقول إنه له جودة، يتم ذلك من خلال الأبعاد التالية. خلي بالك الكلام ده مش موجود في الكتاب. أول حاجة الأداء. هلا النهاردة أنت بتجيب عربية بيدي لك مواصفات، عشان الاخر بيدي لك يقول لك ايه؟ بتأدي اداء كويس جدا، استهلاك البنزين اقل، السرعه مش عارف فيها ايه، كماليات ايه، الملامح بتاعها. يبقى واحد الاداء، اثنين الملامح، امكانيه الاعتماديه او الوثوقيه. لابد
لابد أن تكون معتمدة وموثوق فيه. التطابق مع المواصفات، يبقى رابع حاجة التطابق مع المواصفات، يعني النهاردة أنا قايل وصف معين لما أجي أشتريها تلاقيها إيه متطابقة، يعني إيه بشعر بشكل، ويعني الاستلام استلمت سلعة تختلف عن شكلها. التعمر أو مدة اللي هي العمر، النهاردة يقول لك دي بتعيش طول العمر، دي خمسة ستة. إمكانية الخدمة، هل هذه السلعة ممكن بتتخدم زي ايه؟ خدمة ما بعد البيع في العربيات، في التلاجة اللي هي في الأدوات الكهربائية، التلاجات، الغسالات، المكانس، اللي هي إمكانية الخدمة. سبعة الجانب الجمالي، الشكل، شيك، يقول لك الله ده ايه دي، أنا عاوز حاجة كذا، يعني الجانب اللي يجذب اللي بيمشي مع هواياتك. تمانية الجودة المدركة، يبقى في 8 أبعاد عشان أحدد ايه جودة المنتج. طيب أنا النهاردة عاوز أتكلم عن في جودة إيه؟ جودة مستلزمات التشغيل. أنا النهاردة عندي حاجة عاوز أشغل مكن مثلا، لابد أن يتوفر فيه مجموعة من المواصفات حتى يكون على جودة عالية. أول حاجة المنفعة، اتنين سهولة الاستخدام، الكفاءة، اقتصادية الاستخدام. لما تيجي النهاردة يقول لك الحاجة دي ما بتاخدش كهرباء كتير، اقتصادية الاستخدام يعني ان انا لما اجي بيقول لك إيه؟ لا اشتري التلاجة الفلانية او تلفزيون فلاني لان ما بياخدش كهرباء كتير. التعمر او مدى استخدامها أو الفترة الزمنية. طب هناك آلات وأجهزة، أنا النهاردة عاوز أشتري دي بالنسبة لمعدات التشغيل، طب أنا عندي حاجات تانية، آلات وأجهزة عاوز تكون فيها مواصفات جودة. في هناك 6 مواصفات، الإنتاجية، تعدد الاستخدام، إمكانية الاعتمادية، التعمر، اقتصادية التشغيل، والصيانة، الخصائص الموفرة للعمال. يبقى النهاردة أنا لما باجي أشتري لا مؤاخذة يعني بهدوء كده مستلزمات تشغيل بتوفر فيها قلت لك 5 عناصر عشان تكون بجودة، اللي هم المنفعة، سهولة الاستخدام، الكفاءة، اقتصادية الاستخدام، التعمر. طب أنا بشتري أجهزة، يجب يتوفر فيه عندي برضو الإنتاجية، تعدد الاستعمالات، إمكانية الاعتمادية أو الوثوق، التعمر، اقتصادية التشغيل والصيانة، الخصائص. يبقى إذا النهارده بشتري أجهزة أو بشتري أدوات تشغيل، دي لها مواصفات ودي لها مواصفات. يبقى النهارده إحنا اتكلمنا دلوقتي، لما نيجي اتكلمنا دلوقتي اتكلمنا عن إيه هي الجودة أو مفهوم الجودة، وأنا عرفتها لكم، والتعريف اللي موجود في الكتاب يقصد بالجودة المناسبة مجمل الخصائص، خصائص السلع أو الخدمة المشتراة والتي تحدد مدى صلاحيتها للاستخدام في غرض من الأغراض في المشروع أو المنظمة. يبقى إحنا اتكلمنا عن المفهوم، نتكلم على الجوانب الأساسية، الجوانب لتحديد الجودة اللي إحنا اتكلمنا عليها. اللي هي ملائمة المواد للغرض، الوفرة في المواد في السوق، الجانب الاقتصادي اللي هي التكلفة، بنيجي نتكلم على مسؤولية تحديد الجودة. أنا قلت لك إن توجد إدارة اسمها إدارة الجودة، أو هناك إدارات أخرى بتقوم اللي هي إدارة الإنتاج، الإدارة الهندسية، لجنة خاصة بتحدد معايير الجودة، أو إدارة اسمها إدارة إيه الاحتياجات.
قلت لك هي بنعتمد على حاجتين اتنين، جانب فني وجانب اقتصادي. ما هي طرق تحديد الجودة؟ في عدة طرق لتحديد الجودة. أول طريقة المواصفات الفنية، اتنين الرتب، تلاتة المعايير التجارية، خمسة العينات، ستة الرموز الهندسية، سبعة خصائص الأداء. ودول موجودين في صفحة 188 كده. احنا انتهينا من الجودة. نتكلم دلوقتي عن تالت حاجة، السعر المناسب. يبقى نتكلم دلوقتي عن السعر المناسب. طيب ما المقصود بالسعر المناسب؟ ايه هو المقصود بالسعر المناسب؟ السعر المناسب هو اقل الاسعار الممكنة او المتاحة دون ان يؤثر على مواصفات المواد الموردة او معايير ادائها المتوقعة، وبما يضمن إمكانية تلبية حاجات أجهزة الاستخدام بالكميات المطلوبة في الوقت المحدد. ولكن سؤال يجي، هل السعر الأنسب أو السعر المناسب هو السعر عادة يكون السعر الرخيص أو الأرخص؟ لا، من غير الممكن اعتبار السعر الأنسب هو السعر الأرخص، حيث توجد عدة اعتبارات تتحكم في تحديد السعر الأنسب. يبقى إذن ليس السعر الأرخص هو السعر المناسب. ليه؟ لأن توجد عدة اعتبارات. إيه اللي هي؟ درجة الأداء المتوقعة في السلع. أول اعتبار درجة الأداء المتوقعة في السلع. اتنين الوقت الذي يتم فيه توريد السلع، يبقى الأداء أو كفاءة الوقت الذي يتم فيه توريد السلع، الكمية التي يمكن توريدها. أربعة الخدمة والضمان، الخدمة والضمان المقدم من المورد. يبقى السعر المناسب ليس هو السعر الأرخص، ولكن السعر المناسب يخضع لعدة اعتبارات: درجة الأداء المتوقعة في السلعة، الوقت الذي يتم فيه توريد السلعة، الكمية التي يمكن توريدها، الخدمة والضمان. يبقى النهاردة الاعتبارات دول موجودين في صفحة 203، ودي تكتب عليها مهمة جدا جدا جدا. هنتكلم عن الخصومات، أنواع الخصومات. في أول نوع خصم الكمية، خصم الكمية. تاني نوع خصم تعجيل الدفع. ثالث نوع الخصم التجاري. يبقى أنا عندي 3 أنواع من الخصومات بالنسبة للسعر المناسب. يبقى أنا عندي 3 أنواع من الخصومات دول مطلوبين، صفحة 208 و209 و210 لغاية 211 و212. أول حاجة خصم الكمية. يعني إيه خصم الكمية؟ أنا راجل بشتري بكمية كبيرة، بقول له والله لو اشتريت، أنا بشتري طن، يقول لك لو اشتريت 3 طن هديك خصم. يبقى إيه؟ ده المقصود بخصم الكمية. اتنين تعجيل الدفع. ساعات ممكن بدفع مقدم او بدفع مؤخر. انا لو ما بدفع مقدم ليه؟ لان بيبقى التاجر من هنا لما بياخد الفلوس بيقدر يستفيد بيه، بيديني ايه خصم، بيقول والله لو انت دفعت كده فلوسك على الترابيزة بدل ما تبقى مليون هتبقى مليون الا مثلا 900 الف،
لان هو هياخد 900,000 يقدر يشغله، اسمه خصم تعجيل الدفع. ثالث خصم، الخصم التجاري. دي بتديه الشركات او الحاجات دي بتدي لك ايه على اساس ان انت بتتاجر معاها. دي يبقى بالنسبة للعنصر الثالث اللي هو السعر. نيجي نتكلم على رابع حاجة، التوقيت المناسب. يخصم بالتوقيت المناسب التحديد الدقيق القائم على الدراسات والبحوث للوقت الذي يمكن أن يصدر فيه أمر التوريد والتعاقد مع الموردين، بحيث تكون الطلبية معدة للاستسلام، بحيث تكون الطلبية معدة للاستلام ومن ثم للإيه الاستخدام بما يتفق وبرامج الإنتاج واحتياجات جهات الاستخدام. يبقى دي تعريف الوقت المناسب. الوقت المناسب هو التحديد الدقيق القائم على الدراسات والبحوث للوقت الذي يجب أن يصدر فيه أمر التوريد والتعاقد مع الموردين، بحيث تكون الطلبية معدة للاستلام ومن ثم للاستخدام بما يتفق وبرامج الإنتاج واحتياجات جهات الاستخدام. يبقى دي الوقت المناسب. دي الوقت المناسب. ولكن عاوزين نتكلم، الكلام ده مش موجود في الكتاب. الكتاب مش مكتوب فيه الاتنين دول، اللي هو الوقت المناسب والمورد المناسب. هقولهم لك زي ما انا قلت لك كده. رابع حاجة التوقيت المناسب، انا عرفته. طب ما هو الوقت المناسب؟ واحد، هو الوقت الذي يتفق مع ظروف المنظمة الداخلية والخارجية. اتنين، يحقق امداد جهات الاستخدام باحتياجاتها. يحقق امداد جهات الاستخدام باحتياجاتها. ثلاثة، يتفق ووقت وظروف الاستخدام. أربعة، هدف أساسي من أهداف إدارة الشراء. يبقى إيه هو الوقت المناسب؟ يبقى الوقت المناسب هو واحد، يتفق مع ظروف المنظمة الداخلية والخارجية. اتنين، يحقق إمداد جهات الاستخدام باحتياجاته. تلاتة، يتفق ووقت وظروف الاستخدام. أربعة، هدف أساسي من أهداف إدارة المشتريات. هدف أساسي من أهداف إدارة المشتريات. طيب الوقت المناسب دي مهم؟ يبقى ما هي أهمية الشراء في الوقت المناسب؟ أهمية الشراء في الوقت المناسب، واحد، مقياس لكفاءة إدارة المشتريات. هو ايه مقياس لكفاءة إدارة المشتريات ونجاحها في القيام بوظيفته؟ اتنين، النجاح في الموازنة بين الاستثمارات في المخزون وإمداد جهات الاستخدام. النجاح في الموازنة، أنا بوازن بين حاجتين، الاستثمارات في المخزون وإمداد جهات الاستخدام. تلاتة، تفادي مشاكل نفاذ المخزون وفقد العملاء والفشل في هدف خدمة العملاء. تفادي مشاكل نفاذ المخزون وفقد العملاء. أربعة، تجنب الوقوع في المشاكل المالية المتعلقة بتعطيل رؤوس الأموال. تجنب الوقوع في المشاكل المالية المتعلقة بتعطيل رؤوس الأموال. خمسة، تخفيض تكاليف المخزون لأدنى حد، اللي هي GIT، تخفيض تكاليف المخزون أو التخزين لأدنى حد ممكن. ستة، تخفيض تكاليف الشراء. سبعة، تحقيق أفضل استغلال لطاقات نشاط العملية. يبقى إذن الوقت المناسب له مهم بالنسبة للمنظمة. أو السؤال في شكل تاني، الشراء في الوقت المناسب له أهمية؟ الإجابة نعم. هتقول لي ليه؟ هو مقياس لكفاءة إدارة المشتريات.
ونجح. اتنين، النجاح في الموازنة بين الاستثمارات في المخزون وإمداد الجهات باستخداماته. تلاتة، تفادي مشاكل نفاذ المخزون وفقد العملاء والفشل في هدف خدمة العملاء. أربعة، تجنب الوقوع في المشاكل المالية المتعلقة بتعطيل رؤوس الأموال. خمسة، تخفيض تكاليف التخزين لأدنى حد ممكن. ستة، تخفيض تكاليف الشراء. سبعة، تحقيق أفضل استخدام لطاقات نشاط العمليات والإنتاج والتسويق. يبقى ديت أهمية الشراء، أهمية الشراء في الوقت المناسب. طيب، سؤال ممكن يجي يفرض نفسه، ما هي العوامل المؤثرة في تحديد الوقت المناسب للشراء؟ ما هي العوامل؟ قلت لك الكلام ده مش موجود في الكتاب، بس خلي بالك عشان تكون مطلوب ان انت تعرف. ما هي العوامل المؤثرة في تحديد الوقت المناسب للشراء؟ اول عامل، نوع وطبيعة المواد المشتركة. نوع وطبيعة المواد المشتركة، انا بشوف المواد اللي انا هشتريها نوعها ايه، اشتريها دلوقتي ولا اشتريها متأخر. اتنين، العوامل السوقية اللي هي العرض والطلب. تلاتة، اعتبارات تتعلق بالموردين. اربعة، اعتبارات اقتصادية. خمسة، اعتبارات تتعلق بنظام الانتاج المتبع في المنظمة. نيجي نتكلم بهدوء. توجد عوامل مؤثرة في تحديد الوقت المناسب؟ الإجابة نعم. طيب، ما هي تلك العوامل؟ نوع وطبيعة المواد المشتركة. أول عامل، نوع وطبيعة المواد المشتركة. تاني عامل، العوامل السوقية اللي هي العرض والطلب والأسعار. تالت عامل، اعتبارات تتعلق بالموردين، إمكانياتهم إيه. رابع عامل، اعتبارات اقتصادية. خامس عامل، اعتبارات تتعلق بنظام الإنتاج المتبع في المنظمة. يبقى النهاردة في مجموعة من العوامل المؤثرة. أيوة، في مجموعة من العوامل المؤثرة وذكرناهم خمس عوامل. طيب، آخر حاجة، توجد أساليب أو سياسات للشراء في الوقت المناسب؟ الإجابة صح. سؤال، توجد أساليب أو سياسات للشراء في الوقت المناسب؟ الإجابة صح. طب لما اجي احب اجب على دي السؤال ده اقول ايه؟ يقع على عاتق مدير المشتريات مسؤولية تحديد الوقت المناسب. يبقى السؤال ممكن يجي، مدير المشتريات مسؤول عن تحديد الوقت المناسب؟ الإجابة صح. مدير المشتريات مسؤول عن تحديد الوقت المناسب؟ الإجابة صح، اللي انا اتكلمت لك في ايه، قرار الشراء. قلت لك يجب ان يكون في الوقت المناسب. طيب السؤال بقى، ما هي الأساليب التي يعتمد عليها لتحديد توقيت الشراء أو المشتريات؟ حاجة، أول عنصر، احتياجات متطلبات المنظمة. تاني عنصر، الوقت المناسب. تالت عنصر، مواجهة الاحتياجات. رابع عنصر، المضاربة للاستفادة من فرق الأسعار. خامس عنصر، شروط ضمان التوريد. سادس عنصر، الأسعار المتوقعة. سابع عنصر، الشراء النقدي. ثامن عنصر، الشراء الإلكتروني. كده نكون اتكلمنا عن العنصر الرابع اللي هو التوقيت أو توقيت الشراء. يبقى نتكلم بعد كده عن مصدر او الشراء او المورد، هيبقى المصدر الخامس والاخير.
خامس حاجة اختيار المورد المناسب. المورد المناسب اللي هو بيورد لي السلعة أو بيأدي لي الخدمة، أنا عاوز أختار أفضله. طيب أنا عاوز أعمل تعريف مش موجود في الكتاب. أولا الفصل دي مش موجود في الكتاب، ولكن إحنا كان لابد إن إحنا نتعرض إليه. ما هو المورد المناسب؟ المورد المناسب هو المورد الذي تتوافر لديه، شوف، الكمية المناسبة والجودة المناسبة والسعر المناسب والوقت المناسب، ليس بصفة مطلقة ولكن بصفة نسبية مقارنة بغيره من الموردين. يبقى إذن عملية اختيار المورد المناسب بالنسبة لإدارة المشتريات، الكلام ده مش موجود في الكتاب، وعشان كده أنا قلت لك يبقى عملية اختيار المورد المناسب بالنسبة لإدارة المشتريات والمخازن عملية شاقة، لأن اختيار هذا المورد لابد أن تتوافر فيه مجموعة من الصفات أو الاعتبارات. يبقى أما نيجي نعرف المورد المناسب، هو المورد الذي تتوافر لديه الكمية المناسبة والجودة المناسبة والسعر المناسب والوقت المناسب، ليس بصفة مطلقة ولكن بصفة نسبية مقارنة بغيره من الموردين. يبقى إذن عملية محتاجة دقة، محتاجة أنني أعمل عملية يكون لديه الخبرة، عملية معرفة الموردين وصفاتهم ومقدرتهم والاعتمادية اللي اتكلمنا عليها في إيه قبل كده. يبقى النهاردة اختيار المورد المناسب عملية بسيطة، الإجابة خطأ. اختيار المورد المناسب بالنسبة لإدارة المشتريات عملية بسيطة، الإجابة خطأ. طيب ليه؟ لأنها بتعتمد على مجموعة من الاعتبارات اللي هي في تعريف المورد المناسب. طيب نيجي نتكلم، المورد المناسب بيختلف من منظمة لأخرى. ليه؟ لأن المنظمات بتختلف. طيب ببساطة كده، ما هي الاعتبارات التي يتم الاعتماد عليها لاختيار مصدر التوريد؟ عشان انا اختار مصدر التوريد لابد من عدة مراحل تقوم بها إدارة المشتريات للتعرف على مصدر أو اختيار المورد المناسب. أول مرحلة المسح الميداني. أنا عاوز أشتري سلعة معينة، لازم أعرف السلعة دي موجودة عند مين، يعني أعمل عملية مسح ميداني لكل مصادر التوريد أو الناس اللي عندهم. ديت أول مرحلة. دي المرحلة التانية الاستفسار، أعرف مؤهلات هذا المورد إيه، إمكانياته إيه، وهناك مجموعة من الخطوات اللي تعتمد عليها مرحلة الاستفسار. يبقى المرحلة الأولى قلت لك مرحلة المسح، المرحلة التانية مرحلة الاستفسار. الاستفسار عن ايه؟ امكانياته، احواله المادية، الموقع، اهتمامه، النوايا بتاعته. ثالث مرحلة من هذه المراحل التفاوض والاختيار. اقوم داخل بعد ما بيعمل مسح، وبعد ما اعمل العملية بستفسر بخش في التفاوض معاه.
اقول له لا ده انا عندي عروض. المرحله الرابعه الخبره. ايه الخبره؟ طب انا ازاي بقيم هؤلاء الموردين؟ توجد عدة طرق لتقييم الموردين. أول طريقة التصنيف المثالي، تاني طريقة طريقة مقاييس التقييم الفورية، رابع طريقة طريقة النقط المرجحة، خامس طريقة طريقة النسب المئوية. يبقى إذن عند تقييم عملية اختيار المورد المناسب، بتتم من خلال مقاييس متعددة تعتمد على الجودة والسعر والخدمات. ومن أهم الطرق، عند أربع طرق: أول حاجة التصنيف المثالي للمورد، طريقة مقاييس التقييم الدورية، طريقة النقط المرجحة، رابع طريقة طريقة النسب المئوية للتكلفة. الطرق دي طرق رياضية محتاجة شرح ومحتاجة ترم بحاله. لكده انتهينا من خمس الأسس أو المبادئ اللي بتقوم عليها عملية الشراء أو قرار الشراء: الجودة، السعر، الكمية، الوقت، المورد. طيب قبل ما امشي من هنا، قبل ما ننهي المحاضرة، عاوز اوضح ليك حاجات مش موجودة في كتاب، وخاصة في السعر المناسب. ودي حاجات مش موجودة في كتاب، وهقولها بالظبط في حدود 5 دقايق. اهمية تحديد السعر المناسب. اول اهمية، يعبر السعر المناسب عن قيمة السلع، سواء كانت مادة خام أو خدمة أو غيره، في صورة نقدية، وهو تعريف اقتصادي للسعر، ولكنه تعريف جيد، حيث إن مدير المشتريات الكفء لابد أن يؤكد على أهمية قيمة السلعة أو المادة أو الجزء. أول حاجة أهمية تحديد السعر المناسب، قيمة السلعة أو المادة التي يتم شرائها. 2، هل هذا السعر هو مقياس دقيق لقيمة المشتريات أم لا؟ هل السعر التي تم الشراء به مقياس دقيق لقيمة المشتريات؟ 3، نسبة سعر السلع إلى قيمتها، يعني السعر إلى القيمة بتاعتها، هي مسؤولية مدير المشتريات. يبقى إذن الأهمية تحديد السعر رقم 3 هي مسؤولية مدير المشتريات. 4 أهمية، السعر لابد أن يكون صائب، يعني يكون جيد أو مناسب لمجموعة من الاعتبارات السابقة. نيجي نتكلم على هل توجد علاقة بين السعر وقرار الشراء. توجد علاقة بين السعر المناسب وقرار الشراء؟ الإجابة صح. ليه بقى؟ لأن هدف إدارة المشتريات هو الشراء بالكمية المناسبة من المواد أو الأجزاء أو المنتجات المناسبة، ومن مصدر مناسب في الوقت المناسب وبالسعر المناسب. هل توجد علاقة بين السعر وقرار الشراء؟ الإجابة نعم، لأن
السعر المناسب له ارتباط بقرار الشراء من حيث المصدر والوقت والسعر. هل توجد علاقة بين السعر ومستوى وجودة والجودة؟ هل توجد علاقة بين السعر ومستوى الجودة اللي هي جودة السلعة؟ الإجابة صح. يبقى النهاردة توجد علاقة بين السعر وقرار الشراء؟ الإجابة صح. توجد علاقة بين السعر ومستوى الجودة؟ الإجابة صح. النهاردة بنكون تناولنا الأربع عوامل أو أسس اللي هي يقوم عليها اتخاذ قرار الشراء المناسب: السعر، الجودة، الوقت، المصدر. وبكده نكون نهينا الجزء الأول اللي هو إدارة المشتريات، ودي الجزء المهم في المادة. الجزء الثاني أنا حاول إن هتناوله إن شاء الله، وهو المخازن، اللي هي إدارة المخازن. وإن شاء على ما نيجي إن شاء الله المحاضرة اللي جاية اللي هتبقى الأسبوع اللي جاي وهسجلها لكم برضو، هنتكلم في المخازن. هنتكلم بإيه في إدارة المخازن؟ هنتكلم في مجموعة من الخطوات اللي بتناول أو اللي بتتناول عملية التخزين. هنتكلم عن المقصود بالمخزن والمخزون وأهمية نظام المخازن وأهداف نظام المخازن، في أهمية وفي أهداف. الأسباب التي تدعو إلى التخزين: العناصر الأساسية لنظام المخازن، المركزية ولا مركزية في التخزين، والنواحي التنظيمية للمخازن والمخزون. وبكده هنكون إن شاء الله نهينا المقرر، ونتناول في المحاضرة الأخيرة الأسئلة المهمة. في النهاية لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر لكم ولعائلتكم، وحتى نلتقي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم الدكتور صلاح عبد الحي حامد، وشكرا.